مساء الخير. في الأول أحب أتوجه بالشكر لجامعة الإمارات على الاستضافة الكريمة. منصة تويتر النهاردة سعيدة جدا بوجودها في وسط المحفل الملهم والمبدع الصراحة. لما جينا وشفنا الأفكار والروح اللي موجودة في المكان قد إيه بتبشر بمستقبل واعد إن شاء الله. كل الأفكار اللي شفناها النهاردة تصل للعالمية بشكل سريع جدا. وزي ما اتكلمنا النهاردة في الكلمة بتاعتنا إن إحنا بنقول إن مبدأ من أهم مبادئ الابتكار هو القدرة على التكيف مع متغيرات الصناعة ومتطلبات المستخدمين. فبالتالي احنا كمنصة تويتر تم انشائها من 2006، ففي مارس 2018 تويتر يتم 12 سنة. قد ايه في خلال ال 12 سنة اللي فاتوا شفنا تحديثات كتيرة حصلت على منصة تويتر، ابتداء من اضافة الات ثم الريتويت واستخدام الهاشتاجز وصولا الى اللايف ستريمينج. قد ايه تويتر قدر ان هو يطور في نفسه لمواكبة متطلبات المستخدمين، ابتداء من استخدام تويت من خلال رسالة نصية قصيرة إلى تحديثات كل أسبوع تقريبا بنلاقيها على السمارت ديفايسز بتاعتنا. مهم جدا إن احنا نوضح نقطة أخيرة كتويتر، إن مش بس بنهتم بالتحديثات على مستوى الأبليكيشن، ولكن يهمنا جدا إن احنا نوضح التحديثات اللي بتحصل بشكل مستمر على مستوى السياسات العامة ومعايير الأمان والسلامة على منصة تويتر. يهمنا جدا ان احنا نشدد ونشجع كل مستخدمين تويتر ان لا تهاون في اي محتوى قد يسيء لخصوصياتهم ولأمنهم. بندي تولز وادوات تقدر كل مستخدم على تويتر يقدر ان هو يعمل كتم او بلوك او ريبورت، او يقدر ان هو يبلغ عن اي حسابات. وبناء على مراجعتنا لسياساتنا العامة بيتم اتخاذ اللازم من قبل ادارة تويتر. نتمنى لكم ان شاء الله نجاح مستمر ومزدهر، وكل ثقة ان بما اننا في عام 2018 عام زايد، فبداية مبشرة لعام زايد وافكار بناء ان شاء الله وجديدة توصل لمستوى عالي جدا. سعدنا جدا بوجودنا النهاردة معاكم كتويتر، وشكرا جزيلا.